السلام عليكم، اسمي احمد منتصر. 4 سنين هذه كنت كنوجد البكالوريا ديالي في شعبة الاداب، وكنت كنحلم، والطموح والحلم ديالي كان محدود، ما كانش اللي غادي يشد بيا. سمعت بالمؤسسة المغربية للطالب، دفعت ليهم الطلب ديالي، ولكن كنت في لائحة الانتظار. ولكن الحمد لله بفضل التبرعات في حملة 100 درهم باش نقرا، تقبل الطلب ديالي انا ذاك. والحمد لله بفضل افام لا فونداسيون ماروكان ليتيديون والمتابعه ديالها، جي ما ليسونس اون دووا دي زافير ان يونيفرسيتي دو موندي بوليس اي جيتي ماجور دو برومو اي اكتيالمون شوي ايتيديون اي جو بريبار ان ماستر اون دووا انترناسيونال ا لونيفرسيتي دو نيس صوفيا انتي بوليس ان فرانس. الحمد لله بديت كنحقق الحلم اللي كنت كنحلم به. هاد السنة اللي بغيت نقول لكم هو انه كاين عمر، كاين سلوى، كاين محمد، كاين بزاف ديال الطلبة كيتسناوكم وكيتمنوا حتى هما يحققوا احلامهم. ما تبخلوش عليهم وساهموا في تغيير حياتهم كيفما غيرتوا حياتي. شكرا.